من قبل نهاية البطولة والمواجهة المنتظرة والحاسمة بين ليتوال والإسبيرانس، وبعيد على التنافس الرياضي وكل الحساسيات الأخرى، فما جمعية في تونس تجمع بتاريخها ما بين الفريقين. والمريول هذا كانت طريفة جدا في تأسيس نجم التلاوي المرحوم صدق قلص وسيتي جاني أصيلي المدن الأخرى، معنا سي صدق قلص الله يرحمه من أصيلي حمام سوسة، وكان مغرم ومحب للنجم الذي الساحلي كيف سيتي جاني سي إبراهيم زمال، هما كان شكون يحب النجم الذي الساحلي كما سي صادق، شكون يحب الترجي الرياضي التونسي. وكما تشوف هنا الكولور تاع الجمعية وتسمية الجمعية، كانت النجم الرياضي بالمتلاوي تسميتنا على النجم الرياضي الساحلي، كيف اللي كولور نتاع الجمعيه كيما تشوف فما الاحمر وفما الاصفر، معناها خليط ما بين النجم الرياضي الساحلي والترجي الرياضي التونسي. البارح اثناء اقامتهم في سوسه قبل ملاقاه النجم اليوم، ابناء المناجم تلقوا زياره احد ابناء المرحوم صادق قلص في الاوتيل قبل ما يرافقوه لمقبره حمام سوسه. جينا اليوم باش معناها فنيلا نترحموا على معناها فنيلا المرحوم محمد الصادق قلص، هو احد مؤسسي معناها فنيلا نجم المتلوي، وعرفانا له بالجميل، ومعناها فنيلا حبينا نجوا لهنا اليوم ونترحموا عليه فنيلا معناها ونزوروه فنيلا، وتمنينا لو كان موجود معنا فنيلا في المقابله هذه. يا ريتك جيت تحيي وتفرح معايا جمعيتك طلعت للناسيونال. تبارك معنا الجمعيه اللي اسسها معنا. فرقت اللي فاتحه وروحت. كان نتمنى يرى الفريق اللي أسسه يصعد للناسيونال أ، والله غالب الأعمار بيد ربي. نجم المتلوي كبير بحاضره وسيرتو أكبر وأعمق بتاريخه وحكايته، وفي الأخر تبقى كان العلاقات، الباقي كل كلام.